السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا كده بره المذبح، الحتة دي كانت كلها بياعين، مفيش منه الكلام ده دلوقتي يا غالي. بص فاضية بقى، كله فين؟ جوه المذبح. مذبح النفوس اهي، وانا هاخد كيلو اكله. وبص الثاني، انا دول بعرف دول لو مقطعوا مع الحلويات عندي الناس تفتكرها دي، والكيلو منها ب 70 جنيه يعني بنص سعر اللحمه. ما تعبهم لنا، الله يبارك لك. ده الكيلو بتاعي يا جدعان اللي انا خدته ده. افتحي دي اليهوديه ايه اللي اتكلمت عليها في الفيديو، على فشه، على قلب. احنا عايزين فلوس على التصوير ده، ما ينفعش. على القراعه، حته القراعه دي بتبقى في الراس. كده ايه ولا انا معاك في اي حاجه؟ راس الدب. انت صنعت النبي، ده انا صنايعي يا حاجه في الشغله دي. ودي النفوس يا جدعان، بعد ما روحت البيت غسلتها غسله كويسه ايه تمام، وحطيت عليها بصلايه فقط، بصلايه فقط بس، تاخد نص سلقه كده اهو. زي ما انتم شايفين اللون الاحمر ده يبيض، لازم اللون الاحمر اللي فيها ده كله يبيض. وزي ما انتم شايفين فصوص اهي، هي دي النفوس يا جدعان، من ألذ واجمل الاكلات اللي ممكن تاكلها. خلينا نروح، عايز اقول لكم ان دي نفوس القلب، دي بتاعت القلب تمام، ودي بتاعت القلب اهي، حتتين بتوع قلب اهم. بص تحس ان هي مدهنينه قوي دي، لكن نفوس الرقبه بقى بص بتبقى فصوص كده، فصوص اهي. بص فصوص ازاي، لكن نفوس القلب تحس ان هي مش فصوص، تحس ان هي مفتفته عشان بيبقى فيها نسبه دهون شويه، لكن بتاعت الرقبه دي بتبقى كلها فصوص كده وناشفه. لكن بس الاطعم بقى في الاثنين، انا نفوس الرقبه دي اطعم من نفوس القلب ده يا جدعان تمام. دي فصوص اهي زي ما انتم شايفين، ودي اهي. بص يا جدعان برضه نفوس القلب من جوه عامله ازاي، ركز كده بالكم. الحمد لله، حمكم الله. دي اللي عملتها، واخدين بالكم منها يا جدعان؟ تحسوا ان فيها ايه، مسان سمين من جوه مش فصوص، واخدين بالكم طبعا. طب نشوف بتاعه القلب زي ما انت تحت يا محمد، زي ما انت بقول لك تحت. نشوف بتاعه القلب اهي، بتاعه الرقبه ولا ايه؟ بصوا بتاعه الرقبه فيها لون اسود من جوه، ده عرق دم اساس يعني عادي اهو يا جدعان. بص دي مفصصه ازاي، بصوا بقى الفرق الاتنين جنب بعض. عاملين ايه؟ حط لايك. هنقطعها طرنشات ونحمر تمام. تعالى من بره من هنا كده يا محمد. طاح فينهم دول، اي حد يشوفها يقول دهن، لكن دي من اطعم الاكلات العالميه اللي لو الصين عرفتها تصدرها بره، تاخدها ليها. ربنا يعميهم معانا، عشان دول خدوا حاجات من العجل ياما، ولسه في فيديوهات جايه كده اوريها لكم فيها العجب. في ناس بتحمرها على طول، لكن انا بفضل اديها نص سلقه دي عشان تدوب في بقي، بس تدوب معايا فين وانا باكلها. بسم الله. انا صورت بابا، هي صورت كمان ارجوزه اهي. مش هجيب نوع عشان هي مش لابسه الطرح. من اول ما شفتها اشتريتها على طول، دي اشتريتها عشان ما بلقاهاش، كل فين وفين لما بلاقيها.
انا يا جماعه انا ديت اول مره اكلها، كان نفسي فيها جدا. الثلاجة ديت كده عادي تتحط في الثلاجة؟ عادي كلها تتحط في الثلاجة عادي. يلا يلا مين هياكل؟ انا. مين هياكل؟ انا. ايه بقى انت اكلتهم لوحدك ولا ايه؟ انتوا اكلتوا معايا. لا بصوا ما فاكرين يا جدعان. يا لهوي يا جدعان على الحلاوه يا خبر. يا جماعه عامله زي المخ بس بتبقى احلى من المخ بكتير. جميله يا لهوي، طعم وريحه وكل حاجه حلوه في البتاع. ابا انت تنزل انزل اكل تاني. اكلت منها تتا؟ اه بس فاضيه وريهم اهي. خد يا صاحبي. تمارا دي ما بتاكلش اي حاجه. بصوا يا جماعه اهي. انا دخلت في الفيديو. بصوا الصينيه فضيت. فضيت خلاص. لا لسه في حته تاني. طب كليهم. انا اكلهم. سيبيهم. انا اكلهم. ما واحد من الناس بعوز اشتري الاكله دي بروح اشتريها من اي حد، بس ببقى عارف الحلو فين والوحش فين. انتوا بقى بوريكم الفيديوهات دي عشان خاطر تعرفوا الحلو فين والوحش فين. انتوا زي حالاتي مش تيجوا تشتروا مني انا، من انا جدعان احتمال اجيب حاجه وحشه برضه، فمش هتلاقيني انا 10 على 10 يعني. في ناس كتيره كويسه، مش ذوق البلد بس هو اللي نمبر 1 يعني. بشتغل زي زيكم اهو. انتوا تعرفوا الصح والغلط تمام وتروحوا تشتغلوا بقى، مش هنروح نشتري من الذوق هو اللي عنده الصح كله. مين اللي قال لك كده يا باشا؟ انا ساعات بجيب حاجات مش كويسه، مش كويسه ان انا شفتها مش كويسه، لا بعد ما بروح بقى الشغل بقى افتح الاكياس الاقيها مش كويسه، والاكياس بتجيلي عاجبك عاجبك مش عاجبك اتكل على الله. يا جماعة الزيت بهدل ايديا مش عارف امسك التليفون. خلاص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.